لمتك الغزل كله وحطتهولك في القفه يا بنتي. ما تحرمش منك يا خالتي ام حسنين. بنتي زي بنتي تمام، ده انا اللي مربياكي وفي معزه حسنين عندي. ما تحرمش منك يا خالتي. ايه الجزمه يا امه؟ عندك تحت السرير يا ضنايا. ام حسنين هنا؟ على فكره ايه؟ انا النهارده لما حكيت له بالكلام وقلت له لازم تكمل نص دينك يا حسنين. يا خبر يا خالتي. وقال لك ايه؟ ده لسه فاكر قلب الطوب اللي كنت اتحطه بتحيه بيه. هو ايه اصل ده؟ من كنت عيله صغيره يعني، هي دي بس اللي فاكرها؟ لا ده قال لي بفم المليان شريفه دي زنت البنات بس في شريه حبتين. يا خير، اول مره اشوفك بتضحكي. يعني ايه بقى؟ هي البلد دي فيها حاجه بتضحك؟ انا رايك. ما انت عارف من يوم ابويا ما رجعش من البحر وانا الدنيا بقت سودة قصاد عيني. الحق يا حسنين يا ابني. خير يا عمي؟ مركب برهومه غرقت. غرقت؟ والرجاله اللي عليها؟ دويه السواحل لقطتهم كلهم ما عدا برهومه. ما غدرش بالرجالة يا معلم حنش، انت اللي غدرت بيهم. الله، ترى ايه يا عم حسنين؟ وعشان ما ضربت لك رصاصتين في الحرب هتعمل علينا قائد؟ انا حذرت وقلت لك المركب دي ما تنزلش البحر. ليه بس يا ابن الناس عايز توقع بيني وبين اهل بلدي؟ زناتي. ايوه يا معلم. كل واحد كان في المركب اللي غرقت تدفع له 50 جنيه طوالي. وبرهومه اللي راح حضر على ايدك. هما مش اول واحد ولا اخر واحد يبلعوا البحر، واذا زودت اكتر من كده انا اخليك تحصله. لا بقى وانت صادق، انا اللي هخليك تحصله. ده ملوش عيش في البلد بعد النهارده. في طار بيني وبين الحنش، يعني هو في البلد.